وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طالب تخرج من أو نجح من السنة الأولى الثانوية، والآن يريد أن يدخل السنة الثانية الثانوية علمي أو أدبي، لكنه لا يميل، ليس عنده ميل إلى أحدهما، يعني بنسبة 50% 50%، فكيف يكون لفظ استخارته؟ هذا يقول في الدعاء. الذي أفهمه من سؤالك أنه لا هم عنده، ولذلك فلا استخارة لديه أو عليه. فإن كان فهمي صحيحا فالجواب صحيح، وإن كان فهمي غير صحيح فقومه. جزاك خير يا شيخ. وإياك. فقط أنه محتار، وهو يحتاج إلى الاستخارة لأنه محتار. لا، الاستخارة لا تدفع الحيرة، الاستخارة بعد أن يعزم الإنسان لعمل شيء ما، فهنا تأتي الاستخارة. الاستخارة لرفع الشك والريب في أمر لم يعزم عليه المسلم لا تشرع. وضح لك الجواب؟ نعم يا شيخ. طيب، عن صلاة الاستخارة. أيوة. هل هو يكون الدعاء قبل التسليم أم بعد التسليم؟ بعد التسليم. بعد التسليم. نعم. جزاك الله خير. الإنسان أراد أن يستخير الله في أمر من الأمور، فهل يجوز له تكرار الاستخارة؟ يجوز له إذا كانت استخارته غير مشروعة. ويكفي أن تكون غير مشروعة، أن يكون يعني هو عم يستخير ربه بلفظه وليس بقلبه، وهو يدري بنفسه هذا، هذه الغيبوبة، فحينئذ يضطر إلى أن يعيد. أما إذا كان لم يشعر بنفسه شيء من ذلك فيكون قد ابتدع.